ماذا يحمل اتفاق جدة لليمنيين؟ ما هي أبرز مضامينه؟ هل نجحت أبو ظبي بتمكين حلفائها من جسد الشرعية؟ أم أنه إنهاء لمطمع الانتقال بالاستئثار بالجنوب وتفتيت للميليشيات الممولة إماراتياً؟ أهلاً بكم. بغض النظر عن نجاح هذا الاتفاق من عدمه، ثمة أسئلة كثيرة باتت موضع جدل بعد التوقيع على الاتفاق. ماذا يعني تشكيل حكومة وحدة مناصفة مع انقلابي ارتكب جرائم كبيرة بحق البلد ولا يزال يخضع لإملاءات أبو ظبي؟ رغم أن الاتفاق بدا وكأنه محاولة لتلميع صورة السعودية أمام اليمنيين الذين فقدوا ثقتهم بها، خصوصا بعد صمتها أمام قصف الطيران الإماراتي للجيش الوطني، إلا أنه في نظر البعض حمل نتائج إيجابية، خصوصا فيما يتعلق بدمج التشكيلات الأمنية والعسكرية بوزارتي الدفاع والداخلية. رغم ارتفاع المخاوف من تحول هذه الميليشيا إلى أدوات تفخخ المستقبل لتكرس لحالة الانقسام التي تشهدها البلاد، فهل الاتفاق حل للمشاكل اليمنية جنوبا؟ أم أنه مجرد ترحيل للأزمة لا يلزم مسلح الانتقال من الانسحاب من مركز سيطرتها؟ فما هي مصالح السعودية من تمكين الانتقال من جسد الشرعية وسيطرة قواتها على عدن؟ وهل تحاول الرياض الخروج من الأزمة بماء الوجه بهذا الاتفاق؟ هل ستتمكن الحكومة الشرعية من فرض إرادتها على عدن كعاصمة مؤقتة بحسب الاتفاق؟ ما هي ضمانات تنفيذه من قبل الطرفين؟ وكيف يمكن إعادة هيكلة ميليشيا الانتقال في إطار وحدات الجيش والأمن التابعة للشرعية؟ الإنقلابيون في جدة على ما قاموا به، فعلى التحالف أن يبشر بانقلابات أخرى. كأن الدولة اليمنية باتت غنيمة حرب لمن بيده سلاح الغلبة. هذا ما يبدو جليا بعد أن حقق الانتقالي انتصاره على الأرض بدعم عسكري مباشر من الإمارات. إنها صراع مشاريع. نحن اخترنا مشروع الصف الوطني والدفاع عن السيادة، وهم اختاروا مشاريع أخرى، ولهذا فإنها صراع مشاريع. لكن ندعو الأخ الرئيس للتمسك بالثوابت. تبرز الآن نتائج الصراع الناعم في جدة لتكشف مضامين الاتفاق المعلن عن مرحلة جديدة من مراحل تفتيت القضية اليمنية، أو هكذا يرى كثيرون. تتمثل أبرز بنود مسودة الاتفاق الموقع عليها بالحروف الأولى في تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب خلال 45 يوماً، لتباشر الحكومة مهامها من عدن خلال أسبوع من توقيع الاتفاق لتفعيل كافة مؤسسات الدولة. يعين الرئيس محافظاً لعدن ومدير أمن جديداً لها خلال 15 يوماً من توقيع الاتفاق، يتبعه تعيين محافظين آخرين لمحافظتي أبين والضالع خلال 30 يوماً، ثم يعين الرئيس وبالتشاور محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوماً. أما ما يتعلق بالترتيبات الأمنية، فإن الاتفاق قضى بإنضواء كافة التشكيلات العسكرية والأمنية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية خلال 30 يوماً، ونقل جميع الوحدات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للانتقال إلى معسكرات خارج عدن يحددها التحالف خلال 30 يوماً من التوقيع. وبحسب المسودة ستشكل لجنة من التحالف بقيادة المملكة لمتابعة تنفيذ الاتفاق. تذهب أكثر الأصوات جرأة في الشرعية للتحذير من مكافأة الإنقلابيين وتشكيل حكومة تخضع لمزاج الخارج، منددة بما يبدو وكأنه مكافأة للقتلة، فيما ترى أصوات أخرى أن اتفاق الرياض يعد نهاية كاملة لمشروع الانتقالي، يفقد خلالها إمكانية السيطرة على الجنوب وامتلاك قوات خاصة به بمعزل عن الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، باعتبار أن الاتفاق ينهي مشكلة الانتقال دون حرب ويطوي الدور الإماراتي ويمكن الشرعية من بسط سيطرتها على الأرض والقوات المنفلتة. لا يبدو أن اليمنيين يعولون كثيرا على الاتفاق الجديد نظرا لتجاربهم السيئة مع اتفاقات سابقة مشابهة، فيما يبدو حرص السعودية على إنفاذ الاتفاق محاولة للخروج بماء الوجه من الأزمة التي يحملها كثيرون المسؤولية الكاملة عنها.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وارحب بضيفي هنا في الاستوديو الباحث السياسي عادل دشيله، وسينضم معه اخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور. مساء الخير، اهلا بك. اذا دكتور، اتفاق بين الحكومه والانتقالي بعد اكثر من شهرين من الانقلاب، هل توقيع هذا الاتفاق مع الانتقالي هو اعتراف بشرعيته برايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية لك والمشاهدين الكرام. بكل تأكيد اليوم أصبح المجلس الانتقالي طرف سياسي معترف به من قبل الشرعية اليمنية، وبالتالي هو سيتحرك في المستقبل في إطار الشرعية الدستورية، وأيضا سينفذ يعني كل أهدافه التي أعلنها من قبل في إطار الشرعية اليمنية، وقد ربما يصبح هناك اعتراف إقليمي ودولي بهذا المجلس باعتباره يعني أو باعتباره ممثل للمناطق الجنوبية. اليوم الشرعية اليمنية ارتكبت خطأ استراتيجيا ونسفت كل المرجعيات السابقة من خلال هذه المسودة أو التوقيع عليها، لا أعرف هل قد تم التوقيع عنها أم لم يتم التوقيع عنها حتى اللحظة، ولكن الاتفاق بحد ذاته نسف المرجعيات السابقة، المبادرة الخليجية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، هو ضد دستور البلاد، وأيضا سيزيح كل من يقاوم المشروع الإماراتي والإيراني من الحكومة، ولذلك هذا الاتفاق لن يصب في صالح أبناء الشعب اليمني، بل سيصب في صالح الجماعات المسلحة وفي صالح المشروع الإيراني والمشروع الإماراتي في جنوب اليمن. ما فشلت عنه الإمارات في تحقيقه من خلال القوى العسكرية، ها هي اليوم ستنفذ من خلال يعني القوى الناعمة، ومن خلال اتفاق سياسي وبرضى الشرعية اليمنية، ومن خلال وسيتم تمريره من خلال المملكة العربية السعودية. سندفع الثمن باهظا في المستقبل مع الأسف الشديد. ما الذي سيكسبه الانتقالي من هذا الاتفاق؟ اولا هناك شروط في اطار هذا الاتفاق لم يتم حتى الان يعني التفاصيل الكامله لهذه المسوده حتى نقول ما الذي سيستفيد، لكنه يقول ان هذا الاعتراف من قبل الشرعيه اليمنيه يعتبر يعني تمهيد للمجلس الانتقالي في المستقبل كي يكون شريكا في اي عمليه سياسيه مستقبليه مع الحركه الحوثيه والحكومه اليمنيه، وكي يعني يحصل على اعتراف دولي، وبالتالي هو الان يريد ان يصبح طرفا في الحكومه اليمنيه، وفي المستقبل طالب ايضا بحق تقرير المصير، وايضا باداره المحافظات الجنوبيه، وحتى يكون ممثل يعني لهذه المناطق الجنوبيه. وهو الان من يعول على هذا الاتفاق فهو كمن يعول على ميت. نحن لدينا تجربه مريره كثيره من الاتفاقات السابقه، مثلا اتفقنا مع الميليشيات الحوثيه في 2014، اتفقنا مع نظام علي عبد الصالح في 2011، اتفقنا في مع النظام مع الملكيين في في في, في سبعينيات القرن الماضي برعايه السعوديه، واليوم هي السعوديه يعني تريد ان تشرعن لهذا التمرد من خلال اتفاق سياسي. المملكة العربية السعودية هي من شرعنت، هي من وضعت على سبيل المثال في ثمانينيات القرن الماضي يعني اتفاق الطائف بين الميليشيات أو بين الفصائل اللبنانية، وتم هناك تنفيذ مشروع يعني طائفي في لبنان، واليوم يكرر نفس السيناريو في اليمن. الآن سيكون لدينا اتفاق على أسس مناطقية، وغدا سيكون لدينا اتفاق مع الجماعة الحوثية على أسس طائفية، وبالتالي سيصبح البلد مقسم على أسس مناطقية وطائفية. لذلك لا نعول على هذا الاتفاق، وهذا الاتفاق يعتبر يعني قنبلة موقوتة، والأيام وبالتالي سيصبح البلد يعني على مفتوح لكافة الاحتمالات، بما في ذلك تفجر الصراع في المستقبل عسكريا في المناطق الجنوبية وحتى في المناطق الشمالية. لن يتم تنفيذ يعني يتم تنفيذ هذا الاتفاق في المستقبل، بل أنه سيتم التخندق، وكل طرف مثل ما اتفاقيات ستوكهولم، كل طرف سيكون هناك لديه يعني مستشارين بحاجة إلى تفكيك أو بحاجة إلى تفصيل أو بحاجة إلى إعطاء معلومات وإشارات حول هذا الاتفاق. حتى الاتفاق ليس هناك يعني اتفاق واضح بحيث انه يحافظ على مرجعيات الدولة، على الثوابت الوطنية، لا يوجد هناك اشارات واضحة بان هذه الميليشيات تلتزم بالدولة، وان يتم دمج جميع الميليشيات المسلحة في اطار الدولة، وان يتم تجريد المجلس الانتقالي من اي قوة عسكرية. لم يصرح هذا الاتفاق، معنى ذلك انه حتى يعني من ضمن المسودة المسربة بانه يكون هناك لواء او قوة عسكرية تحمي عيدر الزبيدي ومجلس الانتقالي في عدن، والوا يحمي الشرعية اليمنية، ما الذي يعني سيستفيد اليمنيون؟ إذا دكتور، يعني اليوم أحمد الميسري ألقى كلمة في شبوة دعا فيها على عدم التوقيع مع الانتقال الانقلابي، برأيك هل تعتقد أن هناك انقسام بين قادة الشرعية إزاء التوقيع مع الانتقالي، خاصة أيضا إذا ما راجعنا تغريدات صالح الجباني والذي تحدث عن فخ للشرعية إذا ما وافقت على مثل هذا الاتفاق؟
لو لم يكن هناك انقسام لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. الانقسام واضح في الشرعية اليمنية منذ اليوم الأول، منذ يعني العام 2015 وحتى من العام 2011 حتى اللحظة. ولذلك يعني كل طرف في الشرعية اليمنية تخندق في إطار الأجندة الخاصة به، ولو كان هناك يعني إرادة وطنية حقيقية وهناك يعني شعور لدى من يدير الدولة اليمنية بهوية الدولة وبدستور البلاد يعني الثوابت الوطنية لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. أصبحت الشرعية اليمنية مفككة، فطرف يؤيد الإمارات وطرف يؤيد السعودية وطرف ضد هذا وطرف وطرف ليس بيده القرار، وبالتالي من يتحمل المسؤولية الكاملة هو رأس النظام عبد الرب المنصور هادي. عبد الرب المنصور هادي هو من أدخل، هو من شرعا وهو من فرض هذه السنة السيئة في العام 2014 باعترافه بجماعة الحوثي وبتوقيع اتفاق السلم المشترك. قامت جماعة الحوثي في العام 2014 يعني بإجراء ما يسمى باتفاق سياسي مع الحكومة اليمنية دون أن تلقي السلاح، وبالتالي انقضت على الدولة بعد ذلك بعد أيام من توقيع ذلك الاتفاق، ولم يتم تنفيذ الملحق الأمني في ذلك الاتفاق. واليوم نفس الخطأ ونفس الكارثة يكررها الرئيس هادي من داخل منفاه في الرياض، ويوقع مع هذه الميليشيات المتمردة يعني اتفاقا سياسيا يضمن لهذه الميليشيات الانقلابية المتمردة حقا شرعيا ودستوريا في إطار الدولة اليمنية، وقد ستنقلب هذه الميليشيات المتمردة يعني مثل ما فعلت في السابق. الرئيس هادي لا يهم مستقبل البلاد، الرئيس هادي يهم منصبه السياسي، وهو يتصور بأنه سيبقى محافظا على هذا المنصب إلى ما لا نهاية. لا يعرف أن المستقبل ليس من صالحه وليس من صالح أبناء اليمن، وقد ربما أن يكون الرئيس هادي نفسه متورط في سيناريو التقسيم، وهناك من يعول على هذا الرجل. هذا الرجل لا يعول عليه، منذ 5 سنوات لم يتخذ موقف حقيقي تجاه الانقلاب وتجاه الإمارات وحتى تجاه التحالف العربي نفسه. ولذلك أنا لا أستبعد بأن هناك طبخة قد أعدت مسبقا في دوائر صنع القرار داخل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والآن يجرى تنفيذها خطوة بخطوة مما يمهد الانفصال في المستقبل وتقسيم البلد إلى كانتونات متناحرة على أسس طبقية أو طائفية ومناطقية وما إلى ذلك. نعم، اسمح لنا دكتور أن ينضم معنا الصحفي ياسر اليافعي عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ ياسر. أستاذ ياسر، هل ترى أن هذه الوثيقة قابلة للتنفيذ في المحافظات الجنوبية؟ بكل تأكيد إذا سبقت النوايا فهي قابلة للتنفيذ ولو بشكل مرحلي، لتوفير أهداف القتال الفوزية وتوزيع الحياة في المحافظات المحررة، ومنها الخلاص العربي الذي استمر لمدة 5 سنوات يؤثر على الحالة العربية وعلى تطبيع الحياة وعلى المواطنين أيضا في هذه المحافظات. المنطقة النوايا من قدم الشرعية والتنفيذ الشرعية يعني تراكم مع الشعب العربي ومسار الفوزية وليست فتح معارك جانبية مع أبناء الجنوب الذين لديهم قضية ويخرجون إلى الشوارع قبل ان تاتي الامارات، قبل ان ياتي التحالف العربي، وقبل ان حتى نظام عفاج. بالتالي هؤلاء الناس هؤلاء المنطقه الجنوب لديهم قضيه وعلى الجميع الاعتراف بها، ومع الاجتهاد المستقبلي ضمن الحوار الشامل الذي يضم كل الاطراف بدون تمثيل او عدد سياسي كما حصل في مخرجات الحوار. نعم، إذا يعني هناك من يتساءل، الحكومة السابقة ربما كانت ثلثيها من الجنوبيين والآن تشترطون نصف أعضاء الحكومة، وهناك يعني من يعد هذا تفكيرا عجيبا، هل تشترطون أن يكون النصف انتقالي بحت أم من الجنوب بشكل عام؟ لا اطلاقا، من اطلاقا المجلس الانتقالي كان واقعا ولهم ان يكونوا من الشمال والجنوب بقدر ما يكونوا كفاءات يشكلون حكومه حرب خلال الفتره المقبله. كل مواطن يمني في الشمال او الجنوب ارهقت هذه الحكومه، كانت حكومه فاسده وعاجزه وفاشله وكل ما تحمله كل من معنى، وبالتالي صبر اليمنيين عليه اعتقد فاق التوقعات، وكان الانتقالي هو ادنى يعني المكون السياسي الوحيد الذي رفض فساد وعدد هذه الشرعيه، سواء كان ذلك ايام بندق او ما يسمى الوزاره السياسيه للجنوب. اي يعني اي انسان من قبل يجيب ميزه واحده من الحكومه الشرعيه، كل الناس سواء كانوا يعني كل اليهودية باستثناء حزب الاصلاح من له مصالح من هذه الحكومه ويريد ان يسيطر على مناصب الدوله عبر هذه الحكومه، هو فقط كذا. اما كل الشعب اليمني ما لم الجنوب يعارضها ويرفضها ويريد ان تكون هناك حكومه حرب تدير المرحله، تدير الحرب في المحافظات الشماليه وتدير تطبيع الحياه في المحافظات الشماليه. لكن للاسف الحكومات التي تعاقبت او رؤساء وزراء الحكومه التي تعاقبت من بعد الحرب كان لهم اهداف اخرى غير اهداف الشعب العربي وغير اهداف الشعبيه. نعم، هناك من يتساءل أستاذ ياسر أين ذهبت شعارات الجنوب والانفصال، ويقول بأن الانتقالي بمجرد ما عرضت عليه بعض المناصب يعني لم يعد يتحدث عن مطالبه السابقة، هل كانت مطالب شخصية له؟ لا،
منو قال هذا الكلام؟ الانتقالي لم يلزم بتوقيع اي اتفاق يخص كامل القضيه الجنوبيه. الانتقالي فقط دخل حوار جدا بانشراف المملكه العربيه السعوديه يعني لتهدئه الاوضاع في هذه المرحله التي تستدعي ان يتكاتف الجميع بشمال جنوب ضد الهادي. اما القضيه الجنوبيه لا يمكن ان يمسها اي شخص اطلاقا. ولو مسها ادريس الزبيري سنخرج كلنا في الشارع ضده، لكن نحن نثق بقيادتنا وندرك هدفهم الرئيسي من حوار جده ومشاركتهم في حوار جده، وهدفهم ايضا ضد الاتحاد العربي وشراكتهم مع الاتحاد العربي في القضاء على الهادي. بالتمويل لصوره مجلس الانتقال يتنازل عن قضيه الجنوب، هذه الصوره مشروخه. اليوم الجنوب باك محمي بمكون سياسي جنوبي فاضي خالي يعني من اي مكونات تابعه للشمال كما كان يحدث. واعتقد ان هذا الامر ليس من فقط الجنوبيين بل يخرج الشمال لانه يقرب الحل الحقيقي للقضيه الجنوبيه. نحن في الجنوب لدينا قضيه نحلها بشكل جدي بعيدا عن التمثيل تمثيليات عباس تمثيليات علي وش الاحمر تمثيليات مطلع تمثيليات الهدي باستدعاء مسلمين لا يقتلون الشارع الجنوبي وليس لهم اي شعبيه. اليوم تعالوا هؤلاء هذا الجنوبي يمثل الشارع الجنوبي وهو صاحب الصوت الاعلى والارفع في الجنوب. تحاولوا معه تفاوضوا على مستقبل الجنوب ونحل مشاكلنا ونقاتل الهودي ونطير اليمن ومستقبلها سمح الله ضمن ترعيه شعبيه جنوبيه ومن تنزيل مقوى سياسيه هنديه. لكن للاسف النخبه المثقفه في الشمال لا تسمع ولا تسمع ما تقول وكل هدفها الوحدة اليمنية وان كان في ذلك وقتل كل احنا شعب اليمني. بالتالي انا استغربت كيف يعرضون اتفاق جده مع انه يعني يقدم في اتخاذ تنازلات كبرى، لكن مع ذلك لا يريدون حتى ابناء الجنوب ان يكونوا ضد الجيش والامن، يريدون احراقهم تماما او يكونوا عبيد لهم، وهذا لا يمكن رفضه اطلاقا لا اليوم ولا بكره ولا حتى بعد 100 عام. نعم، إذا أستاذ ياسر هناك من يعني يشكك في هذا الاتفاق بأنه جاء فقط لصالح الانتقالي ولن تتمكن الحكومة من العودة ولن أيضا يعني لا توجد ضمانات لتنفيذه على أرض الواقع، ما رأيك؟ اعتقد ان الضمانات كافيه من قبل دول الاتحاد العربي وتحديدا المملكه العربيه السعوديه وهي يعني صعود التحالف العربي وانها الان الذراع الاكبر في اليمن. كانوا يتكلمون بالامارات، الامارات قادره تعدل، قادره تغطرها، قادره كل المناطق، تركت ميناء عدن، تركت تغطرها وتركت كثيره تم الاخوان وكل الثورات التي تم ترويكها من قبل اعلام الاخوان. وبالتالي اعتقد ان اليوم نحن امام مطرح حقيقي يريدوا تحديدا الاخوان المسلمين هو صاحب يعني التاثير الاكثر بالشرعيه وجماعه هذه قتال الهودي. اهلا وسهلا وكلنا نذهب الى الجماعه واداره الهضاب الدولي مشاركه مع بعض. يريدوا يبغى الفساد والسيطره على مخدرات البلد والعبث في وظائف الدوله، هذا الامر لا مرضى لا نحن ولا الاحرار في الشمال. اقول الاحرار في الشمال وليس التابعين لحزب الاصلاح الذي اجنده تختلف تماما عن اهداف الشعب اليمني وهو يخدم يعني اجنحه معادية لليمن ويريد تنفيذ أجنحة الأخوان المسلمين في اليمن، وهذا الأمر الذي حدث على التحالف العربي منذ 5 سنوات. إذا شكرا جزيلا لك صحفي ياسر اليافعي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. إذا أستاذ دكتور عادل، هناك يعني من يقول أيضا أن الوثيقة تجاهلت أمور كثيرة، مثلا عودة البرلمان تحدثت عن تشكيل الحكومة مناصفة ب 24 وزير. هل سيمنح البرلمان الثقة لهذه الحكومة؟ هل سيعود إلى عدن؟ هل سيمارس مهامه؟ ما رأيك؟ حتى اللحظة المجلس الانتقالي لا يعترف بالشرعية اليمنية ويقول بأنه يريد أن يكون طرفا سياسيا وأن يكون شريكا مع هذه الحكومة اليمنية. وحتى اللحظة الاتفاقية نفسها تقول أن الضامن هو التحالف العربي. إذن لماذا لا يتم مساعدة الدولة بأن يتم تفعيل المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية والجهاز الإداري وأيضا الرقابي وأيضا حتى مجلس النواب اليمني؟ مجلس النواب اليمني لن يستطيع عقد جلساته بطريقة صحيحة في العاصمة المؤقتة عدن وأن يمنح الشرعية لهذه الحكومة إذا لم يكن هناك يعني الاتفاق واضح المعالم وهناك تمكين للدولة اليمنية ووجود للدولة اليمنية بحيث أنها تحمي هذا البرلمان. اليوم حتى المجلس الانتقالي حتى اللحظة ما زال عبر وسائله الخاصة به أو الإعلامية الخاصة به يقول الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي رئيس الجيش الجنوبي
الجنوبي رئيس الكذا حتى اللحظة، أي أنهم أن الاتفاق مجرد حبر على ورق، وبالتالي لن يتم تنفيذ هذا الاتفاق في المستقبل ما لم يكن هناك قوة ردع عسكرية على أرض الواقع تنفذ هذا الاتفاق بالقوة العسكرية إذا حاولت هذه الميليشيات الخروج عن هذا الاتفاق. حتى الآن يعني من ضمن التسريبات في المسودة أن يكون هناك لواء عسكري فقط تابع للدولة اليمنية يحمي المؤسسة الرئاسية، وأن يكون هناك يعني قوة عسكرية تحمي المجلس الانتقالي الجنوبي، أي أن تكون حكومة برأسين، رأس بالمجلس الانتقالي ورأس باسم الحكومة اليمنية. ولكل رأس من يحمي؟ ولكل رأس يعني من يديره. إذن الاتفاق، المملكة العربية السعودية عجزت في تنفيذ مشروعها. هناك أيضا من يقول دكتور أن الوثيقة حددت وحصرت مهام الرئيس ومنحت التحالف صلاحيات كاملة تفوق صلاحيات الرئيس، يعني تحت لافتة مراقبة تنفيذ الاتفاق، كيف تنظر لهذه النقطة؟ طبعا الرئيس اليمني منزوع الصلاحية منذ اليوم الأول. نحن نعرف جيدا أن من يتحكم في المشهد العسكري والسياسي في المناطق المحررة هو التحالف العربي. من كان يتحكم بالمشهد العسكري داخل العاصمة المؤقتة عدن؟ أليس هو الإمارات العربية المتحدة؟ ثم الآن انسحبت الإمارات العربية المتحدة، يقول بأنها انسحبت، وجاءت القوات السعودية في عدن. إذا كان التحالف العربي لديها الرغبة الحقيقية بأن يمكن الدولة اليمنية من القيام بواجباتها الوطنية، فعلى التحالف العربي مثلا، جاءت القوات السعودية الآن إلى عدن، لماذا لم يساعد الحكومة اليمنية وأن يكون هناك تواجد عسكري للدولة اليمنية؟ لا نريد أن يكون هناك تواجد التحالف السعودي، لا نريد أن يكون هناك تواجد للقوات السعودية داخل عدن، نريد أن يكون هناك تواجد للدولة اليمنية. الدولة اليمنية لديها جيش وطني، لديها مؤسسات، لديها وزارة الداخلية، لديها قوة عسكرية، لسنا بحاجة إلى قوة بشرية من التحالف العربي. لدينا قوة بشرية ولكن نريد مساعدة هذه القوة البشرية وهذا الجيش الوطني. إذن المملكة العربية السعودية عندما تأتي، أنا أنظر إلى هذا السيناريو، يعني أنا أشكك في نوايا المملكة العربية السعودية، يعني تواجدها العسكري داخل عدن ولديها أهداف استراتيجية تريد تنفيذها، وهناك من يكذب على نفسه عندما يقول بأن السعودية ستأتي لمساعدة أبناء اليمن. السعودية لديها أهداف ولديها مصالح ولديها خطة أمن قومي وتريد تنفيذ أهدافها الاستراتيجية والحفاظ على أمنها القومي. كيف؟ لديها استراتيجية وتنفذها خطوة بخطوة، وهي ولديها سياسة خاصة بها. أما بالنسبة للحكومة اليمنية فهي عندما وضعت كل بيضها في سلة التحالف العربي رأينا ما الذي يحصل اليوم. الآن أنا متأكد بأن يعني أغلب أعضاء الدولة اليمنية لا يريدون التوقيع على هذا الاتفاق، ولكنهم مجبرين على التوقيع على هذا الاتفاق. لماذا؟ لأنهم وضعوا كل بيضهم في سلة المملكة العربية السعودية. السعودية اليوم هي من تتحكم بالقرار اليمني، السعودية هي من تتحكم بالمشهد اليمني، السعودية هي من تتحكم حتى بصلاحيات الرئيس هذه، وبالتالي حتى وإن قلصوا صلاحيات هذه أو لا يقلصوا، الرجل هو خارج الجغرافيا. يعني رجل يدير دولة بحجم الجمهورية اليمنية من داخل يعني مقر بسيط داخل العاصمة السعودية الرياض، هو منزوع صلاحية منذ اليوم الأول، منذ أن خرج من العام في العام 2015. كان الأولى بالرئيس هادي أن يقول للمملكة العربية السعودية أنا جاهز لهذا الاتفاق، ولكن لابد أن يكون هناك عودة حقيقية للدولة اليمنية، عودة لسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والرئاسية داخل عدن لممارسة أعمالها، ومن ثم دمج هذه الميليشيات في إطار الدولة اليمنية وإعادة هيكلة هذه الميليشيات بطريقة قانونية وصحيحة. أما أن يكون هناك قوات سعودية تشرف وقوات أمنية تحمي المجلس الانتقالي وقوات أمنية تحمي أو لواء يحمي القوة الدولة الشرعية، معنى ذلك أنه عبارة عن تكتيك مرحلي للتحالف العربي ويريد تنفيذه في المستقبل. هناك خطة، نحن نعرف السعودية والإمارات العربية المتحدة جيدا، هم من تقدموا بمشروع في العام 94 إلى مجلس الأمن الدولي لانفصال جنوب اليمن عن شماله، هم من دعموا الميليشيات الانفصالية في 94، ولكنهم الآن يشعروا بالحرج أمام المجتمع الدولي ولا يريدوا تنفيذه لأنهم جاءوا تحت غطاء الشرعية. يريدون الآن فكفكة الشرعية اليمنية وإضعافها بشكل كامل وكلي، وأيضا يعني إخراجها من المناطق التي تسيطر عليها، وأيضا هزيمتها عسكريا، ومن ثم تنفيذ المشروع الانفصالي في المستقبل. السعوديون والإماراتيون لا يريدون الحفاظ على وحدة اليمن، ولا يريدون أن يكون هناك بلدا آمنا ومستقرا بقدر ما يكون هناك كانتونات متناحرة على أسس طبقية ومناطقية وما إلى ذلك. ولذلك أنا لا أعول على هذا الاتفاق، سيتم تدميره في أول لحظة عند التطبيق، والأيام القادمة كفيلة بكشف المستور، وما علينا سوى الصبر والانتظار قليلا. إذن دكتور عادل، اسمح لنا أن ينضم معنا المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد الرقيب. مساء الخير آتي عليك وعلى المشاهدين. أهلا بك أستاذ عبد الرقيب، ما هو رأيك أو قراءتك لبنود الاتفاق التي تم تسريبها؟ التحالف
تحية لك ولضيفك ولمشاهدي القناة. إجمالا يمكن القول أن المجلس الانتقالي تأسس فور إقالة قياداته من الحكومة الشرعية، وسينتهي فور إعادة شرع الحكومة الشرعية. أنا أنظر لمجمل بنود اتفاق الرياض بس عبر وسائل الإعلام، جوهرها يعني عودة الحكومة الشرعية إلى عدن واستلامها لمؤسسات الدولة وإعادتها للعاصمة المؤقتة، بما تعني كذلك جهد وتدويد الأذرع الأمنية والعسكرية التي كانت سبب الفوضى والاحتراق والانقلاب في جهازي أو في مؤسستي الدفاع الداخلية، وهذا جوهر ما كنا نطالب. بالتالي إجمالا يعني عن اسمح لي دكتور أستاذ عبد الهادي، ما هي العودة التي تتحدث عنها؟ يعني إذا كانت عودة عبد الرقيب عفوا، إذا كانت هذه العودة بلواء حماية للرئاسة ولواء آخر لعيدروس وكأنه أيضا رئيس، يعني وكأنها حكومة برئيسين، لا هناك سلطات للتحالف ربما تفوق سلطات الرئيس، هذه ما هي هذه العودة؟ ينبغي علينا أن لا نكثر من التشاؤم وأن ننظر إلى الواقع كما هو. اليوم ستعود الحكومة الشرعية إلى عدن وستدير المؤسسات، قواعد اللعبة على الأرض وفي عدن تغيرت قبل انتصار الحكومة الشرعية في شبوة وفي أبين، كان انتفاشة كبرى ويتحرك قاداته في مجمل المحافظات الجنوبية. اليوم هم منكمشون في مساحة بين عدن والضالع في مساحة 135 كيلومتر مربع. الجيش الوطني لولا الطيارات لكان قد حسم المعركة عسكريا ودخل عدن. وجود اليوم الحكومة الشرعية بمعسكر أو بلواء حسب البنود لواء حماية رئاسية مقابل قوة، هكذا يقول، قوة تتبع قيادات المجلس الانتقالي عبارة عن حراسات. ألم تكن مطالباتنا ومطالبات النخب والحوار الوطني هو إخراج المعسكرات من المدن؟ جميع هذه المطالب اليوم نراها على الأرض وعلى واقع عدن وبقية المحافظات. نحن نتحدث اليوم عن عودة للحكومة الشرعية بكل مؤسساتها، نتحدث عن مجلس انتقالي مرفوض وسقط في شبوة ودفن في صحرائها وانهزم في أبين وحصلت ضده انتفاضة في عدن. يعني هو يحاول بهذا الاتفاق أن 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 يحفظ يعني ماء وجهه وبقايا يعني قياداته، يتنازل اليوم موجب هذا الاتفاق ويمهره بتوقيع، يتنازل عن سقطه وعن الجنوب العربي وعن الانتصار. أول المجلس الانتقالي إلى عبارة عن موظفين يتبعون الحكومة الشرعية، وبالتالي انتصار كبير للحكومة الشرعية. واليوم الواقع يعني تغير كثيرا وخرجت الإمارات من المشهد، وهذا يعني أن المجلس الانتقالي في حالة ذوبان والمستقبل لليمن الاتحادي الكبير. من وجهة نظر أخرى أستاذ عبد الرقيب، هناك من يرى بأن هذا الاتفاق هو مكافأة للانتقال. دعني أسمع رأي الدكتور عادل فيما طرحته. تفضل دكتور عادل. يعني استمعت للأستاذ عبد الرقيب وهو يتحدث عن إنهاء للانتقال وعودة للحكومة بطريقة يعني جيدة ستمارس مهامها وإلى آخر من النقاط التي تم ذكرها. نحن أولا قبل الحديث عن تطبيق هذا الاتفاق نريد أن نعرف المسودة النهائية لهذا الاتفاق. إذا كانت المسودة بهذا الشكل الذي تم تسريبه في الأيام الماضية أو القيلة الماضية، معنى ذلك بأن عودة الحكومة اليمنية إلى المناطق المحررة أو إلى العاصمة عدن لن يكون يعني بطريقة صحيحة وأيضا بطريقة واقعية وحقيقية، حتى أنه من ضمن بنود هذا الاتفاق بأنه يتم إخراج الجيش اليمني بطريقة غير يعني من داخل شبوة وعودته إلى مناطق أخرى، أي أنه
أي أن هذا الاتفاق سيعزل من واجه المشروع الإماراتي والمشروع الانفصالي والمشروع حتى الحوثي، وبالتالي يحافظ على هذه الميليشيات المتمردة في إطار الدولة اليمنية. نحن عندما نتحدث عن عودة الدولة اليمنية نتحدث عن عودة الرئيس هادي، نتحدث عن هيكلة هذه الميليشيات ودمجها بشكل كلي في الجيش اليمني وقوات الأمن اليمني وإرسالها إلى الجبهات داخل مأرب وداخل أيضا داخل صعدة وأيضا في الحديدة وتعز. إما أن تبقى هذه الميليشيات المتمردة تتخندق في إطار معسكرات في المناطق الجنوبية وبالتالي يكون لديها غطاء سياسي للتحرك في المستقبل. نحن يا أختي الكريمة، المجلس الانتقالي لديه أهداف واضحة، حتى اللحظة لم يعترف بالشرعية اليمنية، يقول أنا شريك أساسي مع التحالف العربي في إنهاء المشروع الإيراني، ومن ثم بعد ذلك سأتحدث إلى التحالف العربي، وقد ضمن لي، هكذا يصرح أنه ضمن لهم بأنهم أن توضع كل المشاكل على الطاولة، وبالتالي في المستقبل يجرى تغيير المصير وأن يكون المجلس الانتقالي ممثل شرعي للمناطق الجنوبية. عن ماذا نتحدث؟ ينبغي ألا نضحك على أنفسنا، ينبغي، نحن لدينا تجارب مريرة من التحالف العربي مع الأشقاء في السعودية، مع الأصدقاء في الإمارات العربية المتحدة. هؤلاء هم من فككوا البلد، هؤلاء هم من دعموا الميليشيات. تخيلي، من الذي أوصل هذه الميليشيات إلى هذا الواقع؟ أليس هو التحالف العربي؟ من الذي دعم هذه الميليشيات يعني بالمليارات ودعمها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة؟ أليس هو التحالف العربي؟ من الذي دربها؟ أليس هو التحالف العربي؟ واليوم يقول للشرعية اليمنية تعالوا تحاوروا مع هذه الميليشيات وأمن واستقرار وإخاء. نحن مع السلام، مع الأمن، مع الدولة اليمنية الاتحادية، ولكن الوقائع على الأرض تقول عكس ذلك تماما، أي أن الإمارات العربية المتحدة هي من تدير هذا الحوار من تحت الطاولة أو من خلف يعني أصبحت مثل الضيف خلف الباب. الإمارات العربية المتحدة ستخرج أو يعني بشكل ظاهري من المناطق الجنوبية، ولكنها في الواقع هي من تدير هذه الميليشيات في المستقبل. وأنا أؤكد لك بأنه إذا لم يكن هناك قوة ردع عسكرية لإخماد أي تمرد في المستقبل، فإن هذه الميليشيات المسلحة قد ربما تقوم يعني بعمليات عسكرية وبدعم من التحالف العربي في المستقبل، ما لم يكن هناك تواجد للجيش اليمني الشرعي بطريقة واقعية وحقيقية في قلب العاصمة عدن وفي داخل المناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي. أما إذا تم إبعاد الجيش اليمني من داخل شبوة ومن داخل المناطق الجنوبية، مع ذلك أن التحالف العربي لديه استراتيجية أخرى ولديه أهداف يريد تنفيذها عبر يعني ما يسمى بهذا الاتفاق، اتفاق جدة أو الرياض. نعم. إذن أستاذ عبد الرقيب، يعني ألا ترى أن السعودية يعني تبقي على بعض الألغام داخل الشرعية لإضعافها وتقوم بدعمها مثلا؟ يعني أستاذ عبد الرقيب ما زلت معنا؟ إذن سقط الاتصال. ما رأيك بهذه النقطة دكتور عادل، أن السعودية هي تعمل على إبقاء بعض يعني كما يسمى الألغام داخل الشرعية، بحيث هي تقوي جانب الانتقالي، تقوي جانب الحوثي بطريقة أو بأخرى، والحلقة الأضعف دائما هي الشرعية؟ لماذا الحلقة الأضعف الشرعية؟ هي من أرادت لنفسها أن تكون هي الحلقة الأضعف داخل هذه المنظومة الكبرى في إطار التحالف العربي والشرعية وما إلى ذلك. الشرعية هي من أضعفت نفسها منذ اليوم الأول من خلال بقائها في العاصمة السعودية الرياض. الشرعية اليمنية هي من سمحت للتحالف العربي بأن يملشن المناطق الجنوبية وأن يدرب ميليشيات هنا وهناك بقيادة الرئيس هادي. الرئيس هادي هو من سمح لهذه الميليشيات منذ اليوم الأول. لو كان هناك شرعية حقيقية والرئيس اليمني هادي يهم أمن واستقرار البلاد، لما سمح لهذه الميليشيات بأن تدرب على يد الإمارات العربية المتحدة وأن على مرأى ومسمع. ورأينا عروض عسكرية وكرنفالات، ورأينا حتى رفع العلم الجنوبي وشعارات وحتى النشيد الوطني وما إلى ذلك. كان عيدروس الزبيدي كل يوم هو يؤدي التحية بدعم من التحالف العربي، والرئيس هادي يعني صامت ولا كأن المسألة تخصه أو تهمه أو ما إلى ذلك. لذلك أنا أعتقد ويعني من وجهة نظري الشخصية بأن المملكة العربية السعودية تشعر بالحرج أمام المجتمع الدولي، وهي الآن وصلت إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن أن يكون هناك حسم عسكري في المناطق الشمالية، ولا تريد لهذه الشرعية أن تنتصر، لأنها هي تعتبر هذه الشرعية بأنها خصم لها، وحتى ولم تظهر لهم بأنهم، هي تقول حتى هم وصفوا الجيش اليمني بأنه قوات إرهابية. نعم. الإمارات العربية المتحدة، إذن لديهم استراتيجية واضحة ويريدوا تنفيذها عبر الاتفاق السياسي.
نعم، إذا أعد معنا الأستاذ عبد الرقيب. أستاذ عبد الرقيب، حين يعطي التحالف نفسه صلاحيات كاملة للفصل بين الحكومة الشرعية وبين الانتقالي، وكأنهما يعني رئيسين يديران المنطقة، إن ما اختلفا فهو سيقوم بهذا حل أي خلاف بينهما، ألا ترى أنه احتلال بطريقة ناعمة كما يقال، حيث ستكون سلطة القرار النهائي بيد التحالف؟ نحن نتحدث اليوم عن مشكلة موجودة في عدن تحديدا، يعني هناك صراع يعني مسلح بين فريقين، الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي وقواته، يعني خاضوا عدة جولات في أبيان، في عدن، في شبوة. انتصرت الدولة وكادت أن تدخل عدن عسكريا لولا تدخل الإمارات وطيرانها. جاءت المملكة العربية السعودية لتصب هذا الاشتباك وتصنع لنا حلا جديدا. هذا الحل مضمونه ان تعود الحكومه الشرعيه الى عدن. ضيفك يتحدث عن اخراج المعسكرات، معسكرات الشرعيه وجيشها، ولا يتحدث عن اخراج قوات ومعسكرات المجلس الانتقالي وميليشياتها. الجميع سيخرجون من هذه المدن ومن مواقع الاشتباك الى هناك، الى حيث الهدف الرئيسي وهو مواجهه الحوثيين. الاتفاق يتحدث عن تدوير هذه الأذرع الأمنية والعسكرية التي صنعت العبث في إطار مؤسسات الدولة الرسمية، الجيش والداخلية، وهذا هو جوهر مطالباتنا. إذا نحن اليوم أمام يعني حل واقعي لهذا الواقع ولهذه الحروب ولهذا النزيف ولهذه الاضطرابات في المحافظات الجنوبية وفي عدن، وتجميع وتحشيد جميع القوى تجاه الهدف هناك في الشمال وفي صنعاء لتحرير باقي المحافظات. الحديث عن نظرة تشاؤمية وعن يعني توقعات ومخاوف من أداء التحالف أو المملكة العربية السعودية، هذا موضوع آخر. نحن نتحدث عن جنود وعن نقاط في اتفاق الرياض، جميعها غالبها هي مكسب تمثل للحكومة الشرعية. ما هي ضمانات تنفيذ هذا الاتفاق أستاذ عبد الرقيب؟ يعني نحن نتحدث عن ميليشيا انقلبت على الحكومة، لا تعترف بالشرعية حتى الآن، تجد أن لها الأحقية في حكم المناطق الجنوبية. ما هي ضمانات عودة الحكومة الشرعية وتنفيذ مبادئ كل هذا الاتفاق؟ الضمانات هي الشرعية وقوتها، هي قدرتها على إدارة وتنفيذ هذه الاتفاقات والتمسك بحقها في إدارة عدن وبقية المحافظات. هل تجد أنها قوية بما فيه الكفاية أستاذ عبد الرقيب؟ هل هي قادرة على ذلك فعلا؟ كانت ستحافظ على نفسها وهي هنا قبل أن يطردها الانتقالي. ألم يدفن الانتقالي في شبوة؟ ألم يهزم في أبيان؟ ألم يهزم في عدن وهربت القوات إلى الضالع ويافع وردفان؟ لولا تأخر الجيش الوطني بضع ساعات حتى تم رتبت الإمارات أوراقها وميليشياتها، اليوم الجيش الوطني كما قال اليوم الوزير الميسري، هذا الجيش أوله في شقرة وآخره في سيئون. لماذا نحن لا نؤمن بقدراتنا، بجيشنا، بشعبنا، بحكومتنا؟ اليوم المجلس الانتقالي هو الذي يحتضر ووقع على تنازله عن سقفه وعن مطالبه وعاد ليعمل في صفوف الحكومة الشرعية. الاتفاق اجمالا يمثل انتصارا للحكومة الشرعية، وعلينا ان نزيل هذا التشاؤم يعني وهذا الإحباط. اليوم نحن امام واقع جديد، لاعبون جدد اليوم في عدن وفي المحافظات الجنوبية، الجنوبيون اليوم هم الضمانة لرفض هذا المجلس الانتقالي الذي كسروه في اكثر من محافظة، وهو اليوم يعني لا يتواجد حتى في عدن، لا يتواجد المجلس الانتقالي الا على ظهر طاقم عسكري او مدرعه، بالتالي لم يعد هناك عمق اجتماعي لهذه الفكره ولهذه الشعارات ولهذا المشروع المجلس الانتقالي. الامارات التي كانت وراء كل هذا العبث بموجب اشتراطات الرئيس كما يعني صدرت بعض وسائل الاعلام، الرئيس اشترط
أن يكون خروجا للإمارات من المشهد، وهذا ما رأيناه في عدن. في مقر التحالف انسحبت، في مطار عدن انسحبت، في نقاط عسكرية من رمى وفي ثمود وفي حضرموت وفي شبوة يعني وفي سقطرى. يعني هذا هو شأننا اليوم. نحن أمام منعطف جديد، يجب علينا أن نزيل هذه النظرة التشاؤمية وأن نحشد قواتنا وأن نحشد شعبنا تجاه معركتنا الأصل، وهو الانقلاب الحوثي الذي يستفيد من كل هذه التوترات والحروب في المحافظات المحررة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي عبد الرقيب الهدياني، كنت معنا عبر الهاتف. إذن دكتور عادل، يرى الأستاذ عبد الرقيب أن ننظر للمشهد بقليل من التفاؤل وأن نثق بالجيش الذي هزم الانتقال في شبوة وفي أبين، أن نعطي فرصة للحكومة لتثبت نفسها في حال عودة أمرنا. نحن لا نعول على أولا على النخبة السياسية التي تدير المشهد السياسي داخل الجمهورية اليمنية، وأنا أتحدث على الشرعية اليمنية، ولكن نعول على الجيش الوطني ونعول على الوطنيين في هذا البلد المكلوم وفي هذا البلد الذي أصيب بأفسد أو بنخبة فاسدة. لذلك حتى الجيش اليمني لا يدعم بطريقة صحيحة من الشرعية اليمنية ومن التحالف العربي نفسه، ومن فرض أمرا واقعا في المناطق الجنوبية خلال الشهر الماضي أو في الشهور الماضية أو في يعني بعد انقلاب عدن من قبل هذه الميليشيات المسلحة المتمردة هو الجيش الوطني، ولم يكن هناك حتى غطاء سياسي كافي للدفاع عن هذا الجيش. رأينا هناك يعني بعض التصريحات من قبل الحكومة اليمنية تندد بضرب الإمارات العربية المتحدة لهذا الجيش، لم نرى هناك تحرك سياسي حقيقي على كافة الأصعدة السياسية والثقافية وحتى على المستوى الدولي. لذلك أنا من وجهة نظري الشخصية أنا أؤيد ما قاله في جزء مما قاله بأن الضامن الوحيد هو الجيش الوطني، الجيش الوطني هو الضامن الوحيد، ولذلك لا ينبغي إخراج الجيش اليمني من هذه المناطق من المناطق التي تم السيطرة عليها مؤخرا. ولكن إذا أراد التحالف العربي أن يكون هناك نصرا حقيقيا ضد الميليشيات الحوثية، ونحن كلنا نريد أن تهزم هذه الميليشيات عسكريا، فعليه أن يساعد الدولة اليمنية. كيف مساعدة الدولة اليمنية؟ مساعدة الدولة اليمنية من خلال تمكينها بأن تقوم بواجباتها الوطنية على الأرض. لا ينبغي أن تنتزع شرعية هذه الدولة أو أن تنتزع يعني مخالب هذه الدولة من الواقع. الآن عندما يقول التحالف العربي أنا الضامن وأنا من سيسيطر على المشهد، لا نريد التحالف العربي أن يكون هو الضامن الوحيد، نريد الجيش اليمني، نريد الدولة اليمنية، نريد حضور الدولة اليمنية. إذا سمح التحالف العربي للحكومة اليمنية بأن تمارس كل واجباتها القانونية والأخلاقية والوطنية، فالدولة اليمنية لديها القدرة نعم أن تهزم هذه الميليشيات الطائفية المدعومة إيرانيا، لكن التحالف العربي لا يريد ذلك. من يقول بأن التحالف العربي يريد هزيمة الميليشيات الحوثية فهو واهم. نحن عندما يقول لا ينبغي أن نعطي هذه الحكومة الفرصة، أعطيناها الفرصة التلو الأخرى منذ العام 2014 ونحن نعطي هذه الحكومة الفرصة التلو الأخرى وضيعت الكثير من الفرص. لذلك لا يعول على هذه الحكومة الشرعية ولا يعول على التحالف العربي، بل يعول على الوطني. وعندما نتحدث عن هؤلاء نعول على الجيش الوطني المتواجد على الأرض، هؤلاء هم من سيقلب الطاولة على الجميع في حال تجرع المجلس الانتقالي الجنوبي بفرض أمر واقع في المستقبل. برأيك كيف تحولت قضية اليمن من إعادة الشرعية إلى صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي بالاستعانة بتحالف عربي طويل عريض مكون من 10 دول إلى قضية بينية وصراع داخلي بين الدولة كطرف والتحالف ووكلائه كطرف آخر؟ هل جاء التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية منذ البداية؟ لا، لم يأتي لدعم الشرعية اليمنية. التحالف العربي جاء لأهداف واضحة وجاء يعني لتنفيذ استراتيجية خاصة به، ولذلك رأينا وهو يعادي الشرعية اليمنية منذ اليوم الأول. ألم يتم استهداف الجيش اليمني بطائرات الإمارات بطيران الإمارات في العام 2015 في العبر وفي مأرب وفي الجوف وفي مناطق أخرى؟ ألم يعني لم يسمح لهذا الجيش اليمني أن يتقدم نحو العاصمة اليمنية صنعاء ولم يكن هناك سوى بضع كيلومترات حوالي 30 كيلومتر يعني عن يبعد الجيش الوطني عن العاصمة اليمنية صنعاء، ورفض التحالف العربي أن يتم اقتحام العاصمة اليمنية صنعاء؟ ألم يتم توقف العمليات العسكرية وهي على أبواب الحديدة من قبل التحالف العربي في العام 2018؟ إذن التحالف العربي لم يأتي لمساعدة الحكومة اليمنية، هو جاء لتنفيذ أهداف خاصة به. ولذلك عندما يعني اختلف التحالف العربي في هناك أجندات خاصة به، رأينا هذه الميليشيات هنا وهناك. ألم تنشئ الإمارات العربية المتحدة ميليشيات داخل الحديدة لا تدين بالولاء للدولة اليمنية؟ ألم تنشئ ميليشيات في المناطق الجنوبية لا تدين بالولاء للدولة اليمنية؟ إذن التحالف العربي هو من أوصلنا إلى هذا المستنقع، التحالف العربي هو من أوصل الشرعية اليمنية وهذه الميليشيات المتمردة التي أنشأها إلى هذا المستنقع، وهو كان يريد هذا السيناريو منذ اليوم الأول. الآن التحالف العربي يقول أنه جاء لمساعدة اليمن، كيف مساعدة اليمن؟ أنا أريد أن أفهم كيف يساعد اليمن. إذا أرادوا الطريقة واضحة،
أن يكون هناك دولة يمنية تضم كل أبناء اليمن، جيش وطني موحد، دولة موحدة، هناك يعني أن يكون هناك دعم لدولة مركزية تضم كل الأطراف اليمنية، ومن ثم مواجهة الحوثي عسكريا وسياسيا على الأرض. إما أن يتم دعم هذه الميليشيات بطريقة ليس من تحت الطاولة بل من فوق الطاولة، ويتحدثون عن أنهم يريدوا هزيمة المشروع الحوثي، هذا مجرد هرطقات وضحك على الذقون وعلى الأبرياء. التحالف العربي لن ينصر الشرعية اليمنية، وهذا الاتفاق إن تم فلا يعول عليه، والأيام القادمة كفيلة بكشف المستور كما ذكرت لك قبل قليل. إذن شكرا جزيلا لك دكتور عادل دشيل الباحث السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.